مرة تانية اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا يا كابتن، والف مبروك. تحياتي لكابتن نايم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. الف مبروك كابتن ايمن للنادي الاهلي وللجماهير النادي الاهلي، الف مبروك للجماهير كلها المصريه، الف مبروك للجهاز الفني والاداري ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. مباراة أداء ونتيجة، وحاجة جميلة جدا كابتن أيمن النهاردة استمتعنا بالأداء والنتيجة، وهو ده النادي الأهلي اللي احنا دايما متعودين على الأداء بتاعه. سريعا عشان معانا بعض الحالات كابتن أسامة كتير جدا، نبذة كابتن أيمن، وأنا قلت لك قبل الاستوديو واحنا بنسجل، قلت لحضرتك إن المحكمة الأمريكية الاختبار الحقيقي هو النهاردة. صح. هي أدارة كابتن بلال نهائي كأس عالم سيدات واداره مباراه الافتتاح، بس كان المباراتين سهلين. وانا قلت لكابتن ايمن الاختبار الحقيقي النهارده لهذه المحكمه في هذه المباراه كابتن عادل للحالات التحكيميه والاختبارات الكتيره اللي تعرضت ليها هو ده الحكم. عشان تقيم حكم يبقى عنده اختبارات داخل الصندوق يا كابتن اسامه، وتشوف هو القرارات اللي خدها ايه. النهارده عندنا قرارات كتيره جدا، هنشوف النهارده كمان الثقه كابتن ايمن واثقه في نفسها جدا، البادي لانجوش عندها عاليه قوي قوي، تعامل بهدوء بابتسامه مش بعنف، واثقه من نفسها، والثقه دايما بتدي القرارات الصحيحه كابتن ايمن. توري المحكمه الامريكيه، نشوف اول حاله تحكيميه كانت داخل الصندوق.